Tuhan dan kemarin yang semua mungkin aku lah anda pas bapak kasuri serah rasa wakil semata hati aku ni hijab nikah akan dan ngawin akan lari istri pula hingga nami dia nabi kasari dikantuk Jalat Adnan Soleh bin Wajad nanti mas kawin harta 318.000 rupiah kontan kontan يدري إلى قضائه وقضائه يدري إلى قدره ولكل قضاء قدر
wali kulli qadarin ajal wa li kulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab amma ba'd fa innal umura kullaha bi yadillah yaqdi fiha ma yasha'u wa yamkuru ma yurid la mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi wa la muqaddima lima akhar wa la mu'akhira lima bada wa la yastami'u husnan wa la yaftariqan illa bi qada'in wa badan فكتاب من الله فسبب ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وحرم سفاه وأوعد عليه بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصلي وأصوم وأفطر وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء قولوا جميعا معنا مكسرا سرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير في الصلاة أستغفر الله من ترك الزكاة ومن التقصير في الزكاة أستغفر الله من ظلم الخلق أستغفر الله العظيم وأتوب إليه تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها أشهد أن لا وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبع سنته واهتدى بهداه أوصيكم ونفسي بتقوى الله.
يا أدنان صالح بوجد هذا وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصحيح بإحسان. يا أدنان صالح بوجد هذا زوجتك وأنكحتك مخطوبتك ديان وفي تسريد لتصري الآذن في تزويجها ونكاحها منك وليها شرعا بمهر سمن سمن ألف وثلاث مئة رُبِيَّةٍ عملة إندونيسيا حالا Terima kasih.